هاي يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم فرشة الشعر اللي هي سوكاني. الفرشة دي نزلت من فترة، انا جايباها بقالي فترة، يعني بقالي كذا شهر، ممكن تكون داخلة كمان، يعني قربت تخش في حوالي سنة. جايباها كانت ب390، دلوقتي مش عارفة، بشوفها ب450، ممكن 500، الله أعلم، بس هي ما تزيدش عن كده يعني. جبتها طبعا على أساس بقى إن هما بيقولوا يعني إن هي بديل للبيبي ليس وكده. أنا كده كده شعري ناعم بصراحة، يعني أنا أصلا شعري ناعم، بس طبعا إيه يعني، يعني أكيد بنحب إن احنا نعمل تصفيف لشعرنا وكده. فأنا جبتها، هي المفروض ان هي اهي، انا حطيتها في الفيشة عشان اجربها برضو. المفروض ان احنا بندوس على اللي هو الزرار ده الزرار اللي هو بتاع الباور، ندوس تخته طويلة. هنا المفروض ان هي الدرجة بتاعتها 750، ومن هنا بقى بن ايه في علامة هنا زائد وناقص، طبعا هي 750. في بقى ممكن ايه تقللي حسب بقى السخونية بتاعتها، انت عايزة ايه، عايزة تزودي تنقصي. هي طبعا بتاخد يعني بتاخد وقت شوية، مش كده، مش وقت كبير يعني، عبل ما تسخن. انا على فكرة بستخدم على 750، يعني مش عارفة، يعني انا اصلا بستخدم على 750، مش ب... ما بقللش، مع ان انا شعري ناعم، بس مش عارفة، لان انا اصلا حسها هي، وما بيقولوا يعني انا لما جبتها بقى وكلام الناس دي بديل البيبي ليس وكل واحدة، هي حلوة كل حاجة، يعني هي حلوة، يعني ما بنقولش ان هي وحشة، بس هي مش بديل البيبي ليس، هي سخنت، هي بديل، قصدي هي مش بديل البيبي ليس، هي زي السشوار، يعني هي بديل السشوار، ان انتي سهله، ان انتي بدل السشوار بقى والرخامه وتقعدي بقى تمسكي فرشه وتعملي بايدك بقى، والمكان اللي قدام ده ممكن سهل من ورا، او عايزه حد ان هو يعملهولك، فدي سهله، ان انتي كانك بتسرحي، يعني انتي بتسرحي شعرك وفي نفس الوقت بتعمليه يعني كأنه ايه، كأنك بتعمليه باستشوار، فطبعا بيتفرد، هي بتفرد حلو زي استشوار، يعني هي بديل الاستشوار لكن مش بيبي ليس. يعني انت ممكن تعمليها، وممكن تعملي بعديها كمان، تعملي يعني بعديها بالبيبي ليس، بس يعني انا جايباها ما بحبش اعمل، يعني انا ما بحبش اجهد شعري قوي، فانا اقصى حاجة بعملها استشوار. فانا عجباني ان هي ان هي بديله للسشوار، هي بصراحه حلوه وبتفرد حلو، وهي اي نعم ساعات، يعني هو ممكن في ناس بتقول ان هي بتخلي الشعر يعني بتهيشه او حاجه، هي مش او بتقصفه، هو مش مساله ان هي بتقصفه، هو طبيعي ان انتي شعرك لو مش مهتمه بيه وهو مقصف اكيد هيحصل له كده، فانتي برضو نبقى مهتمين ان احنا نبقى عاملين حمام كريم. طبعا هو بيتعمل، هي بتتعمل على الشعر على اللي هو ناشف مش مبلول، بتعمل على الناشف، ف وطبعا مش هنكون حاطين عليه حاجة، يعني مش هنبقى حاطين حاجة على شعرنا، عشان طبعا لما بنبقى حاطين زيت او حاطين كريم او سيرم او اي حاجة من الحاجات ديت، طبعا ما بي مش بت يعني مش هيفرد كويس، مش هيديك النتيجة المطلوبة. فهي هي طبعا صنع في الصين، انا كنت شاريها اونلاين، يعني
فما فيش ضمانة او حاجة، لان مش جايبها اصلا من المحل. لو محل هيديك ضمان، بيبقى بضمان المحل يعني، مش يعني دي طبعا يعتبر مش مصري، حاجة مستوردة وملهاش. بس فهي جميلة اللي حابة ان هي عايزة حاجة سهلة تديها نتيجة زي بدل استشوار وتستخدمها بديل الاستشوار، فهي حلوة جدا وسهلة وسريعة وبتنجز بسرعة. فجربوها، حلوة وسعرها مش غالي. هي على فكرة ما اعتقدش ان هي تزيد عن 300، يعني قصدي 450. وانا كنت جايباها من كام شهر كده، يعني من حوالي اقل من سنة كنت جايباها ب 390. واعتقد ان في اماكن ممكن تبقى فيها ارخص، ما اعتقدش ان هي تبقى اغلى من كده، لان هي اصلا بديل الاستشوار، مش بيبي ليس خالص. فما حدش يضحك عليك ويقول لك ان هو بديل للبيبي ليس ويقول لك ان سعرها اغلى من كده. فاتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك للقناة. واي استفسار انا معاكم، اكتبولي في الكومنتات. وباي باي.